بيه شو عجك شنو صعد بالسايبه على طلع عجك شايب ايوه جزاه الله خير يوم كان جبتنا السياره السايبه احنا دارت المولدات يقول هاي شنو افلام هنديه هي مو افلام هنديه يعني هو واقع الحال هذا صح المجتمع العراقي هم جزء ومل مل من الفلكلور بس احنا شنو هذا هو تواصل مع المجتمع والله صح تواصل مع النار على طلع عجك شايب ايوه وهاي ابسط دليل تشوفوه بهذه السلامه شوفوا رغم الرواتب الضخمه وارتال السيارات المصفحه ما يقبل يصعد باي سياره فارهه وما يصعد الا بسايبه لو مرات يخابره بالستوته جوارينهم يصعد بصفه ويفتر على جمهوره وين ما الناس يشوفوه يلقوه يلعن بجك ساره ويلعن باللي يصعد بيها وينسى معاناه اهله وناسه هلو هاي شنو هاي هاي ترى غير شغله هاي هاي عود انا نصحتك وقلت لك الناس تشوف الظاهر وهذا تقلب مالتك مره بسايبه ومره بجكساره وحمايات يخليك بدائره النقد ويعتبروك انسان متناقض وما عندك حكايه لو انت تشوف غير هالشيء وتتصور الناس يباعوا لك بعين ثانيه لا وعلى شيني موطنك وموطني استاذ خوي هاي موطني يدقوها الرياضي جاب الميدالية الذهبية ورفع العلم العراقي يدقوها الجندي عراقي بقى الوحدة يدافع عن الموضع مالته يدقوها الطالب يسوي إنجاز علمي ويرفع اسم البلد بالمحافل الدولية أما أنت وعلى إنجازاتك هاي اللي بس نسمعها منك وكل شيء ما شفنا منها فاستحقاقك الفعلي يا الأغني استاذ هادي الله عليك مو قاعده وياك في توزن وحتى الجهال من يشوفوها يتونسون بيها باعتبار انه انجازات سانشيرو وانجازاتك اثنيناتن خرب وما لهن اساس من الصح